أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. مسك الختام مع الأشغال اليدوية والإكسسوارات ومصممة الإكسسوارات بالكروشيه، الإكسسوارات الجميلة اللي أنتم شايفين جزء منها بالكروشيه. نيهان وليد صيام، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. وفعلا وإحنا عم نرتب يعني في فن، في جمال، في ذوق راقي. مش عارفة هل هو التأثير التركي عشان والدتك أكيد تركي طبعا أكيد نصك تركي فتأثرتي. أنا فعلا بتركيا شفت كتير شغلات تشبه الصناعات اليدوية بالكروشيه، نعم، وكأنها صارت يعني سمة، صارت سمة لهم. نعم أكيد. طب احكي لنا عنها أكثر وعن شغلك. يعني هلا احنا اول شيء، انا اول ما بلشت الاكسسوارات العاديه زي اكثر الناس، يعني الاكسسوارات اللي هي بتعتمد على المعادن وعلى الاحجار بشكل عام كانت. بس طبعا هاي مش كروشيه؟ لا هاي مو كروشيه، هاي اكسسوارات عاديه. زي كمان في هاي برضه اكسسوار عادي اللي هي باستخدام الاسلاك مع الحجاره برضه، بس كان لازم انه الواحد يكون في له سمه معينه او طابع خاص انه عشان يتميز عن غيره او يصير في دور للمنافسه اكثر. فحاولت اتجه للاتجاه بالكروشيه اللي هي تركيب الحجارة على الكروشيه بعد اعداد الكروشيه، فعشان هيك صار في لها طابع شوي ثاني كمان. طيب قد ايه بتاخذ وقت او شو الفرق يعني في التصميم، في الصعوبه؟ هلا في فرق، الاكسسوارات العاديه اصعب او اسهل؟ لا الاكسسوارات العاديه اكيد كثير كثير اسهل، لانها تركيب احنا قطعه بتجينا جاهزه وبنركبها بنشكل منها اشكال. بس بالكروشيه انت بتكون حاطه تصميم، حتى مرات كثير بنحط تصميم بيطلع معنا تصميم اخر تماما. احنا بنعمل قاعده البيس طبعا بنعمل قاعده البيس تقريبا هي بتكون اساسيه، وبنركب عليها الحجار او بنركب عليها المعادن والقطع الثانيه بشكل، يعني خليني بديش احكي عشوائي، بس بكون في تصميم هيك معين بنحطه يعني مثلا، فما بتطلع ولا قطعه اخت الثانيه تقريبا. مثلا يعني هاي القطعه وفي قماشه ورا عشان تمسك. نعم اكيد عشان تكون شويه هيك ماسكه، يا اما بنحط ما يكونش هدل، يا اما بنغريها عشان تكون شويه جامده شوي. طب لو بدنا مثلا انه هون نتحكم تكون اضيق او طبعاً ممكن نحط زر ثاني؟ احنا في بنحط زر ثاني، او في كثير ناس باخذوها كمان بيعملوها زي الشكر اللي هي على قد الرقبه بالضبط، يعني مو شرط احنا ممكن نطولها، يعني حتى لو اخذتها زبونه ممكن نعملها لها وصله توصيل تطويل او تقصير كمان بنفس الوقت. يعني قطعه زي هيك او هاي القطعه اللي قدامنا شايفينها قد ايه بتاخذ معك وقت من يعني تصميم الكروشيه كمان حتى الكروشيه يدوي انت بتشتغلي؟ طبعا اكيد كل هاي من التصميم وال... خلينا نحكي يدوي، ما فيها ولا شيء داخل شيء تشكيل ماكينة او تركيب او ماكينه. طبعا يعني في قطعه بتاخذ منها يوم واحد بتخلص، في قطعه بدها تقريبا اسبوع لتعطيها الصوره الجماليه اللي انت ببالك تكون. من يوم لاسبوع تقريبا؟ انا فكرت اكثر. لا مش اكثر من هيك، لا اكثر القطعه بيوم واحد بتكون من منجزه بيوم واحد، بس بدها طولة بال يعني شوي، بدها شوي ذوق بس يمكن، وذوق طبعا اكيد لان هي الاساس الذوق. نعم. هاي قبه، هاي قبه. نعم هاي قبه بتلبسيها على اي شيء، بلوزه او قميص ساده عندك اياه، بس بتلبسيها بتعطي، وهي بتمسك حالها، هي بتمسك حالها طبعا. بتقدر تحطي لها كباشه، ممكن كمان تمسك لانها ثقيله، بتمسك بدون الكباشه، فبتعطي لاي قطعه انت لابستيها، يعني بتصير سبورت شيك مثلا، انه من قطعه عاديه ساده لقطعه فيها شويه حركه. انت مع عضو بجمعيه صناع الحرف اليدوية التقليدية. نعم. يعني احكي لنا كمان انضمامك للجمعيه، انت فتيهم هم فادوكي، يعني كيف تعاونتوا مع بعض؟ هلا انا اول ما بلشت مع اراده دخلتني دغري، كنت كمدربه في اراده في كل محافظات الاردن تقريبا. بس مع الوقت صار لازم انه تكون في كمان في مظله يعني تحميني وتشجعني وتعطي دور المنافسه. لما تكون احنا في جمعيه، لما انتميت لجمعيه صناع الحرف صار في عندي خلينا نحكي زملاء نتنافس انا وياهم، حتى الواحد يبدع وينتج احسن. يعني كل ما يكون في قدامك منافسه بدك تحاولي تبرزي حالك اكثر. وبتساعد كمان الجمعيه على التسويق، لانه في المقتل مرات بيكون طبعًا للحرف طبعًا اليدويه بتكون قد ايه رائعه طبعًا وجميله، وفي حتى من الصناعات الغذائيه للاشغال أكيد اليدويه أكيد للاكسسوارات، لكن ما في لها تسويق. انا وين ما بروح بيحكوا لي عندنا مشكله في التسويق. هلا احنا لما الواحد بتخيل الجمعيه بتساعد انه مثلا بتشاركك ببازارات، جمعيه لها نشاطات كثير. احنا هلا احنا داخلين في سوق جاره عن طريق الجمعيه، سوق جاره بتعرفي صار سوق كثير كثير كبير وعالمي تقريبا، حتى يعتبر يعني كل الاجانب بيجوا على سوق جاره عن طريق الجمعيه. احنا لنا دور فيها، يعني على الويتنج ليست في فوق ال 200 اسم تقريبا، فلولا الجمعيه ما بنقدر ندخل على سوق جاره. في عندنا بازار التراث الفلسطيني هلا كمان في ان شاء الله في الاسبوع الجاي، في عندنا بازار في الويبده، في عندنا بازار اردن مهرجان، اردن مهرجان كبير جدا جدا، يعني كمان في اخر شهر 8 جايين فنانين كثير كبار زي انريك اكليجسياس، وعاملين ملاعب، عاملين يعني بازار جدا كبير، مهرجان جدا كبير. كل هذا عن طريق جمعيتنا احنا، حتى الجمعيه هي اللي بتنظم له.
كمان وتنظم لبازارات كثير. فاي حدا بينتمي لجمعيتنا كمان عنده القابليه ليلاقي سوق تسويقيه كثير كبيره، يعني ما بطلت في مشكله التسويق اللي هي مشكله للكل. بالضبط، يعني مثلا مثلك نهان ما عندها محل. نعم. او شوروم. نعم. اللي تعرض هذا الشغل، بس وجودك مثلا من خلال جمعيه مع سوق جاره اكيد بيساعد أكيد على تسويق أكيد المنتجات تبعك. يعني تبعتك. مش بس سوق جاره، يعني على مدار السنه السوق جاره بس اشراكك في بازارات اخرى، يعني نعم. معارض. نعم. اخرى. هي سوق جاره بالصيف احنا على طول السنه عندنا بازارات. سافرتوا برا؟ رحتوا برا مثلا؟ طبعا وحتى بجمعيتنا اخذت اكثر من جائزه عالميه كمان برا عن طريق في فنانين. وين رحتي؟ انا بالنسبه لي لا ما رحت، انا شوي صعب بوضعي انه اطلع برا عشان اولادي وهيك، بس في عندنا فنانين كثير طلعوا برا وشاركوا في، راحوا على الصين، راحوا على دبي، راحوا على اكثر من محل وشاركوا في مسابقات وفازوا الحمد لله رب العالمين، يعني رفعوا اسم الاردن عن طريق جمعيتنا برضه. طيب يعني هلا الاثراء هذا الجميل، يعني انا حاسه حالي قدام حريم السلطان التركي الاردني، كيف اثر عليك وميز شغلك؟ هلا طبعا اكيد ميزك غير عن اي حدا ثاني، غير اي وحده ثانيه بتعمل اكسسوارات. الميز فيه انا الحمد لله رب العالمين، يعني لي طاوله دائما بيجوا زبايني عليها بيحكوا لي شفنا طاولتك، بعثوا لنا ناس، بعثوا لنا على سناب شات، بعثوا لنا حكوا لنا لازم تيجوا على هاي الطاوله، فكثير بلاقي في اقبال من الناس. هلا كنت اول شيء افكر بس الاجانب، انه الاجانب هم الذواقين، هم اللي بيشتروا القطع الغاليه شوي خلينا نحكي، بس لقيت كثير كثير كمان من الموجودين في البلد ومن الاردنيه برضه بيشتروا، وحتى لو ما اشتروا يعني بيعجبوا كثير في القطع، عندهم ذوق فني راقي جدا، هم برضه بدلوني بيحكوا لي بنصحك تعمل هيك تساوي هيك، يعني اكيد نتقبل كل النصائح. عصيرة غالي شوي. غالي كيف الاسعار؟ هو مش لانه غالي، هو هاند ميد كمان، يعني بتتعبي انت. بلش من 15 دينار خلينا احكي 30 بس، لانه كله هاند ميد، كله هاند ميد. اسعار معقوله. أسعار جدا، اسعار معقوله جدا طبعا جدا طبعا، يعني على الشغل والذوق يعني كله هاند ميد. والحلو بالشغل اليدوي مشاهدينا انه حتى لو نفس القطعه مثلا انا لبستها وعجبت وحده ثانيه بدها نفسها، مستحيل 100% تطلع نفسها، ما بعملها يعني ما ممكن، بفروقات مختلفه، فبتصفي انه اللي لابس طبعاً. القطعه انت لابسه فينتج ولابسه لابس كمان شيء مميز طبعاً. ما حدا لابس مثله، يعني هاي هذا الحلو باليدوي. هي دائما بحكي للكل انه ما بتلاقي ولا قطع، لسه في قطع كثير طبعا، بس حطينا احنا هلا نقينا اكم قطعه، ما بتلاقي ولا قطع اختي الثانيه ولا حد بيكون لابس نفس القطعه اللي انت لابسها، حتى لو انطلب نفس الموديل، حتى لو انطلب الا ما يكون في تغيير، الا يكون في فروق. انا ما بقدرش اعمل نفس الموديل مره ثانيه نفس الوقت. هذا اليدوي، هذا الحلو. نعم. باليدوي. طيب وفي كمان الحلقان، في حلقان طبعا نفس الشيء برضه كروشيه، شايفين هاي الكاميرا عم تاخذها، شايفينها احنا برضه هيها كلهم البيس كروشيه، وبيطلع منه كمان بنزل منه احجار. طبعا بنعمل كثير قطع احنا على الذوق الزبون نفسه، كثير مرات بتيجي زبون ممكن تنعمل طقم اذا طبعًا بدك طبعًا. اذا بدها هلا بالعاده انا بنصحها ما تعمل طقم، لانه قطعه بدك اياها تبرز ما تلبسي معها حلق، انا دائما السنسال ما بحب يكون معه حلق. انا معك، فبدك تبرزي قطعه واحده، ما بدك تبرزي تكوني لابسه طقومه كامله، يعني عاده انا ما بنتمي لهي لهذا الراي. انا دائما بنصحها ما تعمل طقم كامل، يعني وفي عندها موديل معين بحب اشوف متبرات كثير القطع اللي بدها تلبسها عليها عشان اقدر اعمل، يعني خاصه اذا بتقدر تلبس عليها اي شيء، بس هي مرات قطع ملونه. الحلو كمان بهاي القطع، يعني سبور شيك، يعني على جينز بتنلبس أكيد. مثلا على قميص ابيض وجينز، ممكن على فستان أكيد. شوي يعني شوي رسمي لبالليل العشاء لطلعه طبعًا. كمان بتنلبس هاي القطع الصبح، بتنلبس على الشغل، يعني بتنلبس في كل المناسبات، بتنلبس اكثر عمليه طبعًا. يعني اكثر من مره اكيد. احنا كمان كثير بيجوا عندنا، انا بيجوا عندي من التلفزيون فنانين، ناس بيحكوا لي بدنا اياها على الازياء التراثيه كمان، بحبوا يلبسوا هيك شغله على شيء تراثي، يعني خاصه اذا التراث ساده بحبوا يلبسوا عليه، بالضبط بصير مطور طبعًا. يعني هيك بنطور طبعًا. بصير احنا زي كانه واكبنا الشيء التراثي مع العصري، مع العصري بالاصاله صح. طيب الشماغات، انا شايفه الشماغ الفلسطيني والاردني. الشماغات احنا كان في عندنا ايفنت في البحر الميت، كان لازم البس شيء تراثي، الوالده الله يرضى عليها عملت لي قطعه، لقيت عليها اقبال مو طبيعي. هلا انا لما بعرضهم بسوق جاره بروح بشكل مش طبيعي، يعني شماغات اكثر من اي شيء ثاني، خاصه انه التطريز دغري عليها، مش انه مقصوص ومركب زي المتعارف عليه، بدغري التطريز على نفس القطعه. فلقيت عليه اقبال عن جد مو طبيعي، سواء حتى الفلسطينيه او الاردنيه بيجوا بيشتروها وبطلبوا انه مثلا بدنا السوسنه، بدنا الحنونه، بدنا اللي هي الازهار الوطنيه، الازهار الوطنيه بطلبوها، وثاني اسبوع بلاقوها جاهزه، يعني بتكون موجوده. انت قلتي الوالده عملت القطعة، الوالدة انت متعلمة منها يعني طبعًا. هذا الشغل أكيد. هي علمتك؟ هي علمتني، ويمكن علمت تقريبا أكثر اللي بالمملكة، يعني هي لها 40 سنة تقريبا هون، مدربة للكل تقريبا.
وانت هلا بتشتغلي كمان في التدريب؟ اكيد طبعا اكيد، انا اللي اول ما ياخذوا يعملوا دورات مثلا ممكن يتواصلوا معك؟ طبعاً عندك طبعاً صفحه على الفيسبوك اكيد كمان تعرضي فيها منتجاتك؟ أكيد تسوقي منتجاتك؟ طبعا اكيد. باسمك بالعربي؟ باسمي نيهان صيام لا بالانجليزي، نيهان صيام بالانجليزي. بالانجليزي ان اي اتش اي ان اس اي اي ام. اوكي، نيهان صيام على الفيسبوك للي بحبوا كمان انهم يتواصلوا. نعم. او يوصوا على قطعه معينه او يتواصلوا مع نيهان. طبعا حتى هلا عن طريق الجمعيه برضو قاعدين نعمل دورات، دورات في دورات مجانيه، في دورات بقيم رمزيه جدا جدا، يعني لكل تقريبا سوق جاري قاعدين نعمل دورات، قاعدين نعمل لاي حدا حابب يشتغل ب سواء هذا او الحرف. احنا عندنا تقريبا في 375 حرفي في الجمعيه، فكلهم مستعدين لاعطاء اي حرفه لاي شخص حابب يتعلم، يعني حابين انه الفن يعمل الأردن إن شاء الله بشكل عام، يعني والكل إنه يكون متعلم هاي الشغلة. يعني هذا كمان شغل إذا بنطلع عليه بإشي أعمق من إنه بس مجرد إكسسوارات وبدت كهواية وبعدين صارت حرفة، هي يعني تنمية للمرأة، تنمية أكيد للأسرة، تنمية أكيد بشرية وذاتية. أكيد أكيد طبعاً. إنه الست وهي ببيتها بتقدر تعمل مشروعها الخاص وتشتغل وتبيع وربح يعني بيجي إلها وللأسرة، يعني بينعكس عليها بشكل إيجابي ومادي. نعم. يعني فإذا بس دورة صغيرة أخذت أكيد زي ما أكيد. قلتي يعني هي بأسعار رمزية طبعا واستمرت، فإحنا بننصح كمان السيدات اللي عندها طولة بال، عندها مثلا ميول، عندها لو انت ظرف خاص وما فيش ما في حج انه ما في وقت، لا لانه أكيد بالتنظيم لا. أكيد الوقت بكفي لكل شيء أكيد لاكثر أكيد من شغله، يعني احنا أكيد بنقدر نعملها. والمراه اثبتت انه هي طبعاً بتقدر طبعاً تعمل اكثر من شغله بنفس الوقت وتركز فيها اكثر من الرجل على أكيد فكره. طبعا الرجل الا بده شغله بس واحده ويركز فيها. لا بالعكس، عندنا نساء في يعني سواء كان عن طريق اراده او جمعياتنا او في يعني كثير بنقابل ستات ما شاء الله ابدع بشكل ما كان يعرف انه عندهم هاي الطاقه وانه بيقدروا يطلعوا كل هذا الانتاج، بينتج شغلات عن جد كثير كثير روعه روعه، وعن جد ساعدوا في دخل في بيوتهم، نموا شخصياتهم، صار في عندهم يعني انتاج مش طبيعي. طيب انت لشو بتطمحي نيهان؟ شو طموحك هلا بعد الشغل اللي عم تعمليه؟ شو حابه تطوري اكثر بالكروشيه؟ انا مش حابه اطور بالكروشيه قد ما عندي طموح انه ان شاء الله كل ست تكتشف القدرات اللي عندها، يعني ما بتعرفي قديش في بكون في ستات محبطات او عندهم ظروف صعبه، قديش بيقدروا عن طريق هذا الشغلات انه يبرزوا ويطلعوا كل الطاقه اللي عندهم ويحسوا عن جد بثقتهم بنفسهم انه في كل ست عندها طاقه وكل ست بتقدر تطلعها، ولازم لازم يلاقوا مظله عن طريقها يطلعوا كل هاي الشغلات. إذا ننصح السيدات يتواصلوا مع جمعية صناع الحرف التقليدية، وبرضه كمان مرة يتواصلوا مع نيهان صيام. وأنا بدي أشكرك لوجودك معنا، وكمان مرة بنقول هي موجودة بسوق جارة كل يوم جمعة، اللي بحب برضه أنه يتواصل معها يتفرج على أشياء أخرى يعني مختلفة. هلا هذا الأسبوع في سوق جارة إن شاء الله، الأسبوع اللي وراه عندنا مهرجان التراث الفلسطيني في حدائق الحسين الجمعة اللي وراها. اللي وراها. يمكن ما يلاقوني بعد جمعة. كل التوفيق. شكرا لوجودك معنا، وانا كمان بدي اشكركم مشاهدينا لوجودكم معنا. انتهى لقائنا معكم لليوم، نهايه اسبوع سعيده بتمناها للجميع، بنشوفكم على خير يوم السبت، الى اللقاء. جلستك حضنك حنانك والله واحشني زمانك، جلستك حضنك حنانك حطني جوا بعيونك.